يعني يلا for all M B for all M M تنتمي إلى أو انتجر انتجر سيل فاتذا يلا if أم أم إيفن if أم أم is even كيف تكتب الأم أم is even هاي كيف even هيك بدك and even M then even هي مزبوط هاي كتبنا ليه بعدين نفرد نرجع لورا شو كانت هو start the proof by supposing x is a particular but arbitrarily chosen element of d يعني هلا من الكور suppose starting point suppose انه ام even و ام suppose انه m و n are even and a particular particular but arbitrarily chosen numbers من الدومين اللي هو الدومين هون الانتجر كمان مرة أول إشي شو سويت؟ حولت التعميم لما بسمع تعميم من حدا بفكر فيه أو بحفظه في جملة منطقية بعدين طلع على هالور بقول سبوز بكتبها سبوز سبوز انه ام وام ار هاي مش هاي اف ذن سبوز انه هاي موجود ترو يعني سبوز ار ايفن ونقول ام وان ار بارتيكولار بار arbitrarily chosen elements from arbitrarily chosen elements from D اللي هو D هون شو هو from Z D اللي هو Z اتفقنا هاي هي اللي كانت هون starting point تبعت هلا next step بدنا نثبت انه بعد هاي الاسامبشن بدنا نثبت انه ام وان عادي ف وي نيد تو شو انه ام زائد ان مالهم ار اي شو بس تخيل هذا هو هل لاحظوا انه شو سويت انا هون اني حددت حددت ايش بالظبط؟ حددت بالضبط شو بدك؟ شو لازم انت التعليق؟ التعليق؟ This is what we need to show. يعني هون we need to show انه m زائد n is even وبتخلص التعليق بتقول and this is what we need to show. هذا السبب. هلا حصل التعريف هاي هاي فرقت الباقي كلمة على فكرة يعني هاي بتصدق بأي شيء طلعوا بس شو بس بدي أنا أقول هلا بما إنه إم بتساوي 2K 2K وإن تساوي 2J وإن بتساوي 2J إم بلس ان بتساوي 2 k زائد 2 j هاي بتساوي 2 في k زائد j وهي انتجر مجموع عددين انتجر هو انتجر وبالتالي